الدمية والقمر، حكاية من التراث الألماني. بلمان، حان وقت النوم، هيا يا عزيزي. أمي 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 خروف واحد، خروفان، ثلاثة خراف، أربعة خراف، خمسة خراف، ستة خراف، سبعة خراف، ثمانية خراف، تسعة خراف، عشرة. كانت هيبلمان دمية مدللة، وقد اعتادت أن تهز لها أمها السرير قبل أن تنام. أمي، لا أستطيع النوم. حسناً، سأفعل ذلك بنفسي. أوبا. أوه يا إلهي، كيف أفعل؟ قد نجحت، إنه يهتز، يهتز، رائع. يا للحظ، في منتصف الليل انقلبت الدنيا رأسا على عقب، وكادت الدمية أن تقع ويكسر عنقها. كفي عن الحركة، ستقعين من أعلى السقف وتؤذين نفسك إذا لم تكفي عن الحركة. من هذا الذي يخاطبني؟ يجب أن أنفخ بشدة. عودي للنوم. إنه القمر، أنت الذي تخاطبني إذن. أرجوك أيها القمر، هل لعبت معي؟ فليس هناك من يلاعبني. لا شك أنك تشعر بالوحدة، هيا أيها القمر، هيا هيا يا صديقي. أرجوك دعني أخرج أيها القمر، أرجوك. حسنا حسنا، ولكن عديني بأنك ستعودين. حاضر، سأعود حالا. حسنا. شكرا لك أيها القمر. أين ذهب الجميع؟ تعالوا لتروا سريري، إنه رائع، تعالوا. لا
داعي للشكر، كان ذلك بفضل سيد الرياح، لقد أيقظته وعليك أن تقدم الشكر له. نعم شكرا لك يا سيد الرياح، أتلعب معي؟ سيد الرياح خجول جدا، لذلك ذهب ليختبئ. ماذا تفعل هناك عاليا؟ أنا أعلم الناس بالوقت. لا داعي لذلك، فالجميع ما زال نائما، تعال والعب معي. لا أستطيع أن أفعل ذلك، فأنا لدي مهمات الصباح. نعم هيا. عندما أصيح ثلاثا أوقظ بائع الحليب في المدينة. أوه كلا، تعال والعب معي. لا أستطيع أن ألعب يا عزيزي، هيا لماذا لا تذهب إلى الغابة وتلعب هناك؟ ها انظر. كلا لا أستطيع، هيا أيها القمر هيا نلعب معا. لا أحد هنا، بدأت أشعر بالضجر. هاي الحقي بي هيا. أيتها الريح ادفعيني ادفعيني أيتها الريح. مخادعة، يجب أن لا تساعدك الرياح. حسنا سأدفع السرير بنفسي. الظلام دامس. أيها القمر أين أنت؟ لقد أفزعتيني بالفعل، ماذا تفعلين هنا؟ أخبريني هيا. وأنت ماذا تفعلين هنا؟ كنت أقلد النجوم، لما لا تنظرين عاليا؟ انظري هيا انظري. أيها القمر أين ذهب القمر يا ترى؟ انظري إنه هناك. هاي أيها القمر لماذا تختبئ؟ أرأيتي هذه الشجرة الكبيرة تغطي السماء، لذا أتيت إلى هنا لأتظاهر بأنني نجمة. لا أستطيع. يا إلهي انتظر، خذني معك خذني معك، أنا وحيد. انتظري خذيني معك. ابتعدي عن طريقي ايتها النجوم هيا. امسكت بك امسكت بك. امسكت بك. انت تدغدغيني. حسنا لقد ربحت لقد ربحت. يا لها من سعيدة. يا للفرحة يا للفرحة يا للفرحة. كانت ليلة سعيدة، ولكن النعاس يغالبني. يجب أن تعودي إلى البيت، لقد وعدتني ألا تغيبي عن المنزل طويلا. لا تذهب للنوم أيها القمر. ليلة سعيدة ليلة سعيدة. يا إلهي الظلام حالك. لا أستطيع رؤية الشيء، الظلام حالك. لقد ظهرت الشمس، سألعب معها. أيتها الشمس سألعب معك. ما بها؟ ما الذي جاء بك إلى هنا؟ هيا ابتعدي هيا، من سمح لك هيا. ماذا
يجب أن نفعل الآن؟ طبعاً يجب أن ننقذ دميتنا الجميلة. والآن عليك أن تخلدي إلى النوم في الليل وتقلعي عن اللهو واللعب. ليلة سعيدة.